مر زياد بأبي العريان فقال: من هذا؟ فقالوا: زياد بن أبي سفيان. فقال مستنكرا استلحاق معاوية لزياد: سبحان الله، أأصبح زياد ابن أبي سفيان؟ رب أمر قد نقضه الله، ورب عبد قد رده الله. فسمعها زياد فكره الإقدام عليه، وكتب بذلك إلى معاوية، فأمره بأن يبعث إليه بألف دينار ويمر به ويسمع ما يقول. ففعل زياد ذلك، فمر به فقال: من هذا؟ قالوا: زياد. فقال: رحم الله أبا سفيان، لكأنها تسليمته ونغمته. فكتب بذلك زياد إلى معاوية، فكتب إلى أبي العريان: ما لبثتك دنانير رشيت بها أن لونتك أبا العريان ألوانا.